جلاله الملك محمد السادس نصره الله وعيده للتعليم كأولوية بعد الوحدة الترابية ببلادنا كما جاء بالخطاب الملكي السامي من مدينة تطوان بتاريخ 20 أغسطس 2002، حيث أعطى نصره الله انطلاق عملية وطنية تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للتعليم وإلزامية التعليم الأساسي ضمانا لتكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي، وهو ما توج آنذاك بإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية مليون محفظة والتي تشمل جميع ربوع المملكة. كما تأتي هذه المبادرة الملكية سعيا من جلالته لمساعدة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عبر التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على اكتناف المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية، ولا سيما الذين تعوزهم الإمكانيات المادية الكافية لتوفير مختلف هذه الحاجيات. كما أنها تعكس عمق ثقافة التضامن وحس التعاون وقيم التآزر السائدة لدى المجتمع المغربي، لتلتقي كل هذه القيم مع مبادئ ومرامي وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان لها الشرف هذا الموسم 2016-2017 للإشراف على هذه المبادرة الملكية النبيلة مليون محفظة. وعليه قام السيد عامل صاحب جلالة على إقليم خميسات بتشكيل لجنة إقليمية مشتركة بين مصالح العمالة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والسلطات المحلية من أجل إعداد لوائح المستفيدين وكذا حصر الحاجيات واللوازم المدرسية وضمانا لإنجاح المبادرة الملكية مليون محفظة، والتي غطت جميع الجماعات الترابية للإقليم حيث سيستفيد منها جميع تلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي بالوسطين القروي والحضري، وكذا جميع تلميذات وتلاميذ السلك الإعدادي بالعالم القروي، حيث بلغ هذه السنة عدد التلاميذ المرشحون للاستفادة من العملية 71,780 مستفيد موزعون على الشكل التالي: بالنسبة للوسط القروي 47,441، بالنسبة للوسط الحضري 24,339، أما السلك الابتدائي 60,426، والسلك الإعدادي 11,354. فيما يتعلق بعدد المؤسسات التعليمية المعنية فهي 169 مؤسسة موزعة على الشكل التالي: فيما يتعلق بالمدارس الابتدائية 148 مؤسسة، فيما يتعلق بالمؤسسات الإعدادية 21 مؤسسة. وعليه فقد خص السيد عامل إقليم خميسات مدرسة الشريف الإدريسي من أجل إعطاء انطلاق المبادرة الملكية مليون محفظة لرسم الموسم الدراسي الجديد 2016-2017. فليتفضل السيد العامل المحترم مشكورا بتسليم الأطقم المدرسية على التلاميذ المستفيدين